حقيقة واحنا بنتكلم دايما على كرة القدم دي طبعا كابتن محمود الخطيب يعني اكيد متواجد في استاد القاهرة ملعب المباراة، طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، ووجوده طبعا في أولى مباراة، طبعا المباراة السابقة كان كابتن محمود عنده نزلة برد شديدة فيعني اعتذر عن وجوده في هذه المباراة، لكن هو متواجد النهاردة في أولى مبارياته إن شاء الله، ويكون طبعا مباراة جيدة لفريقنا النهاردة. كابتن سمير عدي طبعا معاه بيتكلم طبعا معاه في أمور خاصة طبعا بالفريق وممكن التجهيزات الخاصة بالفترة القادمة، لو في أي سفر أي أمور خاصة بالعلاقات العامة أيضا كابتن سمير عدلي. طبعا كابتن محمود يكن له الجميع الحب والاحترام، استاذ محمد ضماطي طبعا عضو مجلس اداره متواجد ايضا، اكيد هنشوف باقي اعضاء مجلس اداره بشكل كبير، استاذ غزاوي طبعا موجود امامنا على الشاشه مع كابتن محمود الخطيب عضو بارز في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، استاذ محمد غزاوي متواجد، يا رب كل التوفيق لفريقنا. كابتن محمود الخطيب بيصل لملعب مباراه ملعب استاد القاهره قبل مباراه الاسيوطي والاهلي، كل التوفيق كابتن. يمكن خلينا وانا بكلمك زوف، كنا مسمين سمير عدلي في منتخب زوف، ليه كابتن؟ زوف بتاع شبه زوف بتاع ايطاليا، عارف المرمى. ايوه صح كلامك مظبوط كابتن ربيع، اكيد احنا بنتكلم على المباراه دائما البدايات مهمه جدا كابتن ربيع، عشان حتى لو انت بتتكلم ان الاحترام طبعا لكل الفرق، الفرق لما تسيب لها التوقيتات او الوقت يعدي خصوصا الفرق الصغيره معنوياتها بترتفع، الامور عندها النفسيه بتختلف كتير، وانها ممكن تطمع كمان.